شاء رحمن الورى في الثرى أن يظهر، شاء رحمن الورى في الثرى أن يظهر، شق منه شبرا شق منه شبرا، كبر العرش لمن هلل الكون لمن أشرقت شمس الحسن، هبط الوحي ببشرين ناشرا ريش الفخار فوق جنحيه الآلي، باسم من هذا النثار، باسم من هذا النثار، سدرة الأقداس جاءت، سدرة الأقداس جاءت، خلفها يمشي الوقار، أي مولود تراه فيه حرف الكاف حار، فيه حرف الكاف حار، شاء رحمن الورى في الثرى أن يظهر، شاء رحمن الورى في الثرى أن يظهر، شق منه شبرا شق منه شبرا، كبر العرش لمن هلل الكون لمن، كبر العرش لمن أشرقت شمس الحسن، أشرقت شمس الحسن، تعدد كبر العرش لمن أشرقت شمس الحسن، قال جبريل لطه يا عماد الأنبياء، ها هو السعد فهليل من لدن رب السماء، من لدن رب السماء، يملأ الكونين نورا، يملأ الكونين نورا وجمالا وبهاء، حيدر الطهر أبوه أمه خير النساء، أمه خير النساء، ابن سادات الغرى عم سجاد البشر، وهو جد المنتظر، وهو جد المنتظر، كبر العرش لمن أشرقت شمس الحسن، إلى شعر أهل البيت، خادم كريم أهل البيت، خادم المجتمع، خادم الصف الأول الزكي علي حسين العاملي، رمضان خير شهرين، رمضان خير شهرين، واجتبى الله سنا نبض قلب المجتمع، دق في قلب مدى، دق في قلب مدى، أي غيب ذاك يخفى عن ذوي اللب علا، قلب سر سر قلبين مبتداه منتهى، مبتداه منتهى، الله سبح الله العلي بين طه وعلي، سبح الله العلي علي 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 بين طه وعلي، سبح الله العلي علي علي بين طه وعلي، سبح الله العلي بين طه وعلي، قبل خلق الأزلي، قبل خلق الأزلي، كبر العرش لمن أشرقت، أشرقت شمس الحسن، إنما الشمس استضاء، إنما الشمس استضاء قبل من رشح ضياء، وبه المولى علي ردها فوق سماء، ردها فوق سماء، قال بنت المجتبى فل تسمعي اليوم أبا، رجعت للأمر طوعا عندها أدى الصلاة، عندها أدى الصلاة، حسن وكذا البدر ابتهى باسمه حتى اكتمل، وكذا البدر ابتهى باسمه حتى اكتمل، مذ بدا غاب زحال، مذ بدا غاب زحال، كبر العرش لمن
فطرا قد حوى المجد العميم داره منزل فضلين سقفه سقف النعيم سقفه سقف النعيم جاوز الأوصاف طرا قد حوى المجد العميم داره منزل فضلين سقفه سقف النعيم سقفه سقف كفه الخضراء أضحت دولة الجود العظيم كل من يحتاج خبزان قمحه عند الكريم قمحه عند الكريم إنها كف السماء ولها الخير تمام حسن إنها كف السماء ولها الخير تمام من هنا الغيث هما من هنا الغيث هما كبر العرش لمن تعبان شباب بس قول لي شباب يعني نختم القصيدة الأيادي فوق الأيادي فوق ود الله كان بيت الله عاما بعد عام في حنين يخلع الأسود بشران بوريث المرسلين بوريث المرسلين إنه القرآن يمشي في وقار الخاشعين هيبة المختار هذه أم أمير المؤمنين علي أم أمير أبيضا صار الحجار إذ رأى نور البصار أبيضا صار الحجار إذ رأى نور البصار أبيضا صار الحجار إذ رأى نور البصار عندما المولى ابتدى عندما المولى ابتدى كبر العرش لمن